بكم معي في قناة منوعة الصفا. سمحوا لي على التأخير، عندي شحال ما درت شي فيديو، فقط كنت لهيا مع الأشغال اليومية وكان عندي أشغال أخرى شخصية، فلهذا ما كنتش كان حط بزاف لي فيديو. وتوحشكم، توحشت اليوتيوب ديالي، توحشت القناة ديالي والناس اللي كتسول. شكرا بزاف اللي كيقولوا لي راه غبرتي على القناة، مالكي ما بقيتيش كتحطي شي حاجة. ف نتمنى انا رجعت، ونتمنى تكون رجعة خفيفة عليكم، نتمنى تكونوا تستافدوا معايا شي حاجة. اليوم غادي ندير واحد نوعية او ديكور اللي خرج اليوم الجديد، كيستعمل في الحفلات، في حفلات تصوير الاعراس او اعياد ميلاد، او يعني كيتحط بحال ديكور على شكل كادر، وكيكون مكتوب فيه الاسم ديالك او الاسم الزوج ديالك، او يعني الاختيار كيكون ليكم. ففي هاد الحالة انا غادي نحتاج واحد الكادر. انا عندي هنا 21 على 29 سنتيم، يعني الكادر على حسب نتوما شنو تختاروا، واش بغيتوه كبير ولا صغير ولا داكشي النوع اللي بغيتو. غادي نحتاج واحد الكارطة والبابي اللي يكون لامع هكا، انا اختاريته في الذهبي، نتوما تختاروا الشكل اللي بغيتو. عندي هنا واحد هذا اللي كنكتبوا به التكستي اللي كتكتبي به مثلا على الثوب ولا على الزاج، ولا كيعطي واحد اللمعان حتى هو. هذا تقدروا تلقاوه في المجازة المعروفة اكسيون، ولا في مجازات اخرى اللي كيكونوا دايرينهم. عندي هنا واحد اللصاق، هذه الا احتاجيتو، هذا يعني ماشي ضروري، فقط الا احتاجيتو. عندي هنا فاش غادي ندير الصباغه ديالي، انا غادي نستعمل صباغه عاديه ديال بيضاء. وبالنسبه للاسم، انا غادي ندير الاسم ديال البنت ديالي ولادات النيسونس ديالها في الزاد النهار اللي زادت فيه، انا غادي نديرها بمناسبه عيد الميلاد ديالها. وشي زخرفات غادي تمشيو لجوجل تكتبوا الزخرفه، يعني الزخرفة سواء تكتبوها بالعربية او فرنسية عربية، ولا تخرج لكم بزاف بحال هاد الاشكال هادو. انا اختاريت بزاف الانواع والاشكال فطبعتهم في الورق الابيض عادي، وغادي نختار منهم شكيلات اللي غادي نستعملهم على الطابلو ديالي. ما غاديش ندير بزاف، يعني غادي نختار غير شي نويعات، شي وحدين قدرت نقطعهم والاخرين ما قدرتش نقطعهم حتى نستعملهم مباشره على الزر. غادي تكون هنايا مرتبه بزاف مقاسها، تكون هنا يعني شاده راسها واقفه بحال تكتبوا بها بحال ستيلو. وصافي، هادو هما الانواع والحويجات او الادوات اللي نحتاج في هاد العمليه هذه. فخليكم تبعوا معايا الطريقه وما غاديش نطول عليكم، فغادي نخليكم تشوفوا الطريقه، ما غاديش نشرح لكم شي حاجه ولا، فقط الطريقه سهله راه باينه بزاف. نخليكم مع تكمله الفيديو، ولا احتاجيتوا اي سؤال ولا اي تساؤل على شي حاجه ولا اكتبوا لي في الكومنتار وغادي نجاوبكم ان شاء الله. ويلا نبداو على بركه الله.